أهلا بحضراتكم مرة تانية. بعد ما تعرفنا على حالة الطقس ودرجات الحرارة نبدأ معاكم بمجموعة من أبرز الأخبار والموضوعات اللي وردت في صحافة اليوم والبوابات الإلكترونية المختلفة. نبدأ في الصحافة من بوابة الدستور ونقرأ فيها: السيسي يوجه بتنفيذ الهيئة الهندسية لامتداد مشروع أهالينا خلال عام، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالانتهاء من تنفيذ مشروع أهالينا 3 في قطعة الأرض المتواجدة بجوار مشروع أهالينا 2 والمخطط أن تكون على مساحة 54 فدان خلال عام. يذكر أن مشروعات أهالينا تنفذ لتوفير سكن لائق ومكتمل المرافق والخدمات الحديثة للمواطنين من أهالي المناطق العشوائية وذات الظروف المعيشية الصعبة الجاري تطويرها في محيط شبكة المحاور والطرق الجديدة ولتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم. من بوابة الأخبار هنقرأ مع حضراتكم: الزراعة 10 توصيات هامة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 10 توصيات هامة خلصت إليها ورشة العمل التدريبية التي عقدت بعنوان زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى. وقال دكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أنه تم التوصية بالاهتمام بزراعة الأصناف التصديرية وتوفير التوصيات الفنية الإرشادية للمزارعين فضلا عن تقليل مستويات التلوث لرفع وتحسين جودة الحاصلات البستانية بالتالي زيادة القدرة التنافسية والقابلية للتصدير.